السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ هنراجع النهاردة على بعض الموضوعات اللي هامة في كورس الاي تي. خلينا نبدأ بمراجعة بسيطة جدا على موضوع الايميل ماتش. قلنا السؤال، لو جيت قلت لحضرتك انا والله انا محتاج اعمل انفيتيشن وابعتها ل 1000 طالب، ل 2000 طالب، هنعمل مثلا graduation party أو graduation ceremony، عايز أبعت invitation ل 1000 طالب، هل أعمل 1000 page؟ بقى هي الحاجة في طريقة ظريفة جدا اسمها email nerve. بيكون مفترض أنا عندي مسيب database بتاعتي، ممكن أو مش شرط يكون database، ممكن يكون فايل إكسل عادي أو تيبل فايل وورد، مفيش أي مشكلة خالص. وبعمل الانفيتيشن بتاعتي، وبعد كده بمير أو بربط الداتابيز بتاعتي أو التيبل اللي فيه الداتا دي الفايل الرئيسي بتاع الانفيتيشن أو بتاع الليتر اللي عايز أبعته. طيب خلونا نجهز الصفحة بتاعتي بتاعت الانفيتيشن الأول. خلونا نعمل لها بوردر بسيط كده، فأقدر أجي على ديزاين وأبدأ أختار بيج بوردر، ومن هنا من الأرض أقدر أختار أي شكل يعجبني. وأنا أختار خط كده، أنا أختار أي أرض من دي كده، ومن هنا أقدر أحكم في الويب بتاعه، أخليه كده أو كده. خلونا نقول كده عايزين نعمل نسميها invitation، ونيجي هنا كده نقول invite حاجة بسيطة كده نظبط الفونت كده، اعمل تأمين عليهم ونخليها بالمنظر ده. طيب انا عايز اعمل كده فولد على لاين، عادي جدا تفتح على دي اف دي او كنترول دي كنترول يو. احنا ممكن نظبط الشكل اكتر من كده، ولكن هي بس تجربه بسيطه. طيب المفروض يكون عندي الداتابيز عندي، فهنفترض ان انا عندي كان عندي تيبل، هعمل فايل تاني كده بسرعه وهعمل في تيبل. هنا جاب لي دايركشن بروفايد، ممكن حضرتك بكل بساطه تيجي كده وتقول له لف، ودايركشن تخليه لف رايت، او تخليه سنتر، مش شرط انا هعمل دايركشن لف صوره. هعمل هنا اقول اي دي هنا الادرس هنا. طيب اللاينز بتاعتها او المحاذاة نبدأ نخليها كده لف، نخليها سنتر، مش مشكلة عندي عندي خط. هنقول 1 2 3 4 5 6 7، ممكن دبل كليك هنا كده ونخليها على قدها بالظبط. هنا احمد علي، هنا ماجد، سافر مصطفى، يعني مصطفى. هنقول سارة أحمد، نقول إنجي إنجي أحمد، نقول تاني
oluyor. Kapris oluyor. وبعد كده انا عايز اقول له فين التيبل دي الناس، هقول له والله يتعود وابدا اروح على اللوكيشن اللي فيه الداتا نسميه نيم واقول له اوكي، هيبدا يجيب لي الداتا دي. لو انا في بعض من الناس مش عايز اعمل له انفيتيشن ابدا اشيله، عايز اعمل على الكل ببدا اسيب كده واقول اوكي. كده خلاص الستيب الثالثة، اخش في الستيب 4. بكل بساطة هنا بيقول لي بيحدد او الاماكن اللي عايز تمارس فيها. هاجي هنا عند النيم، اكليك عند النيم هنا كده، بعد كده اقول مور ايتم، بختار النيم انسيرت اكليك، هيعمل لي بالدبل كوتس كده. تمام. اجي على النيم او مور ايتم، الادرس او مور ايتم، بختار ادرس واجي اوضح له، واجي على التليفون او مور ايتم اختار تليفون كده. انا خلصت الخطوة الرابعة. اخش الخطوة الخامسة. اول ما اجي على الخطوة الخامسة هيقول لي عندي رقم ستة، يعني كان التيبل فيه ست اشخاص. اقدر اقل كده او كده او سبعة كمان ستة، تمام. بعمل في الوقت صفحة وابدا اقول له نكست. ممكن اقول له فريم او ايديت الفيديو فيلتر لو عايز ابص عليهم، اقول له وريهم لي كلهم، قول اوكي. ابص الاقي بكل بساطة الصفحة الأولى اهي احمد علي كايرو، الثانية مينا ماجد اليكس، الثالث باسل مصطفى ليزا، يامن مصطفى كايرو، سارة أحمد عباسية، إنجي أحمد نصر سيتي، وتامر السيد نيو كايرو. كده أكون بكل بساطة عملت ميل ميرج أو دمجت تيبل أو داتابيز أو فايل في بيانات في تمبلت. بدل ما كنت اعمل سبع صفحات، او لو انا عندي 100 هعمل 100 صفحه، عندي 1000 هعمل 1000 صفحه. كده عملت الموضوع بكل بساطه. فالميلر مهم جدا. في موضوع بسيط خالص برضو، احنا عايزين لو قلنا عايزين نعمل باسورد للدوكيمنت، عايز كريبت الدوكيمنت باسورد، باسورد الفايل عندي هنا كده. في عندي لما انا لو انا بصيت كده هنا هلاقي عندي في كذا حاجه. طيب في عندي من الحاجات السهله جدا جدا اللي انا ممكن اعملها، ممكن اقول له سيف اس، وانا هنا بقول له براوز. ممكن اجي على تولز كده هنا
واقول له جنرال اوبشن، هلاقي في عندي نوعين من الباسورد، باسورد اوبن وباسورد موديفاير. الباسورد اوبن يخليني افتح الفايل بس ما اقدرش اعدل فيه اي حاجه. باسورد موديفاير افتح واعرف، فاختار باسورد اوبن بس ازاي واكررها تاني واقول له اوكي واقول له سيف. خلاص هل السيف از نختار؟ ايوه اف 12. اقدر افتح سيف از عادي جدا، واقدر اعمل تول تجيب جنرال اوبشن. هذه الباسورد بتاعت شيلها بالظبط زي ما عملت، تبقى تشيلها كده وتقول له اوكي. اوكي كده الباسورد عندي اتشالت او ما عادش عندي. في عندي برضو طريقة تانية بسيطة، ممكن اجيب انفو كده واقول له بروتكت دوكيمنت واقول له انكريبت باسورد، بس هنا ده بيجيب لي باسورد واحد. انما لو انت عايز تعمل كوبي وموديفاي يبقى بتاعك كده، ابدا الباسورد فيريفاي الباسورد وكده اكون عملت كده.